بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا. موضوعنا اليوم عن نبات الأملج أو أملة أو الملج، ويشار إليه باسم الأملة أو كما يعرف بكسارة الحصى، أو كما يطلق عليه البعض عنب الثعلب الهندي، ومن أسمائه كذلك الكشمش الهندي وأسرك أو اسمك، وفي مصر يسمى السنانير. وتوجد أنواع عديدة من نبات الأملج مثل الأملج الصومالي والأملج الأحمر والأملج الباهت والأملج أحادي الورقة والأملج الرمادي والأملج المخزني، كمان في أسماء عديدة في مناطق كثيرة. وهو من النباتات المهجورة في العالم العربي برغم خصائصه المتعددة وفوائده الغذائية والصحية المهمة التي لا تعد ولا تحصى. وهو نبات عرف منذ عقود ويستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي قديما وحديثا في علاج العديد من الأمراض. وتحتوي ثمرة الأملج على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين بي المركب اللي هو بي كومبلكت وفيتامين اي، كما يحتوي على أحماض أمينية ومجموعة من المعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم والكاروتين وغيرها من العناصر المغذية والمفيدة والمواد المغذية الأخرى، ويتم تناوله كفاكهة ويشرب كعصير. وكذلك يستخدم في صنع المخللات والصلصات والمربيات. وسنقدم لكم من خلال هذا الفيديو معلومات هامة عن نبات الأملج. كان يستخدم النبات كاملا، الفاكهة الطازجة أو المجففة والبذور والأوراق والجذور واللحاء والزهور أيضا، ولكن الجزء المستخدم منه طبيا هو الثمار سواء كانت طازجة أو مجففة. فما هي فوائد واستخدامات الأملج لصحة الجسم بشكل عام؟ الأملج أو الأملة يحافظ على وظائف الجسم السليمة لأنه غني بالبروتينات التي تشكل جزء أساسي من أنشطة الأيض في الجسم. وتناول فاكهة الأملج الغنية بفيتامين سي وسيلة رائعة للحفاظ على صحة الجسم، ويستخدم الأملج في تخفيف آثار الهرم وإصحاح الأعضاء، وهو فاتح مهم جدا للشهية وخاصة للأطفال، وطعمه مقبول وقليل المرارة. وإذا تناوله الطفل قبل الوجبات يشعر بعد دقائق بالجوع. ويساعد الأملج في عملية هضم الطعام ويولد النشاط، وإذا تم تناول الأملج بعد تناول الطعام فإنه يمنع النوم والشعور بالامتلاء، طبعا لأنه منشط بصح الإنسان بمنعه من النوم. وهو كذلك يحارب بفعالية الأنيميا اللي هو فقر الدم، نظرا لما يحتويه من مادتي الزنك والحديد اللازمين لإنتاج هيموغلوبين الدم. والأملج مانع للنزيف بشكل عام، ويوقف دم الحيض والإفرازات المهبلية البيضاء التي تعاني منه المرأة بعد الانتهاء من الدورة الشهرية. ومن فوائد الأملج أيضا تعزيز المناعة، فإنه يشجع على إنتاج البروتينات المناعية وبالتالي يزيد من المناعة. وخصائص نبات الأملج المضادة للبكتيريا تحمي الجسم من العدوى وتحسن الاستجابة المناعية في الجسم. واحتواء الأملج على مواد طبيعية مضادة للأكسدة يحفز النظام المناعي لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم، ويلعب دورا رئيسيا في إزالة مختلف السموم الضارة من الجسم مثل سموم الكبد وتنقية الدم. كما أن الأملج علاج طبيعي فعال للمضاعفات الصحية المختلفة. ومن فوائده أيضا حماية الكبد والكلى والمرارة. تبين أن تناول نبات الأملج قد يساعد على تحسين صحة الكبد بعدة طرق، إذ يحتوي هذا النبات على مركبات كيميائية قد يساعد على حماية الكبد من عمليات الأكسدة الضارة والتي قد ترفع من فرص الإصابة بأمراض الكبد المختلفة. أيضا تنظيم مستويات أنزيمات الكبد، أيضا خفض فرص تكون أنسجة ندوب في داخل الكبد، والوقاية من بعض الأمراض التي قد تصيب الكبد وإبطاء وتيرة تقدمها أو منعها من التفاقم مثل التهاب الكبد الفيروس ب، فإنه يزيل إرهاق الكبد لأنه يعمل على تنظيفه من السموم
ويزيل الدهون المتراكمة على الكبد ويحولها إلى مصادرها الطبيعية ويعيدها إلى الدم ويجعلها منتجات للطاقة، ويؤثر في الصورة الكلية للدهون فيزيد من الدهون البروتينية النافعة عالية الكثافة اللي هي معروفة بالـ HDL، ويقلل الدهون البروتينية الضارة قليلة الكثافة والتي يرمز إلها بالـ LDL التي تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب. كما أن الأملج مطهر للكلى وأيضا للمرارة، فحصوة المرارة ليست حجر كحصوة الكلى التي من الممكن أن تكون أكسلات الكالسيوم أو يوريك أسيد، إنما هي عبارة عن كوليسترول ودهون، ومن لديه حصوة مرارة ويعاني من مغص مراري يجب الامتناع عن أكل الدهون تماما إلا زيت الزيتون الذي يذيب الكوليسترول. ويمكن استخدام الأملج لإذابة هذه الحصوات إلا إذا كانت الحصى كبيرة وتسد عنق المرارة، ففي هذه الحالة يجب إزالتها بطرق أخرى. ومن فوائد الأملج أيضا العناية بالشعر، لقد أثبتت الدراسات العلمية أن عشبة الأملج مفيدة للشعر بسبب مكوناتها الطبيعية التي يمكن أن تقلل من سقوط الشعر، كما تساعد على اختراق فروة الرأس وتقوية الجذور. فالأملج يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بطريقة إيجابية، وذلك للحصول على شعر لامع وجميل. وتناول الأملج الطازج أو تطبيقه على جذور الشعر يحسن ويزيد من نمو الشعر ويقوي جذوره ويحافظ على لونه ويصبغه ويحسن اللمعان، ولهذا يستخدم في العديد من مقويات الشعر. وزيوت أملا تحظى بشعبية كبيرة في الهند، فهي تعمل على الوقاية من فرص فقدان الشعر والصلع، وذلك بسبب احتوائه على الكاروتين والحديد وقدرة محتواه المضاد للأكسدة العامة، مما يقلل من فقدان الشعر من خلال عدم السماح للجذور الحرة بإتلاف بصيلات الشعر أو تأثيرها على الهرمونات التي يمكن أن تسبب فقدان الشعر المبكر. أيضا من فوائد الأملج العناية بالجلد أو البشرة، فشرب كأس من عصير الأملج مرتين في اليوم قبل الطعام بساعة يحسن مظهر الجلد. طبعا كأس عصير الأملج هو عصير الفاكهة، وهو يستخدم بفعالية على الجلد في تبييض وتوحيد لون البشرة والقضاء على الهالات السوداء وانتفاخ الجفون، كما يساعد على علاج الخطوط البيضاء في الجسم. كما يعالج نبات الأملج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والبهاق والأكزيما. ونبات الأملج جيد لتحسين البصر، حيث أظهرت الدراسات أنه يحسن من قصر النظر وإعتام عدسة العين، في حين أنه يخفض التوتر داخل العين، ويرجع ذلك أساسا إلى احتوائه على الكاروتين المعروفة بالتأثير القوي المتعلق بالرؤية، بما في ذلك تلك التي تنبع من نشاط الجذور الحرة. ومن المعروف الدور الذي تلعبه الكاروتينات وفيتامين A في تقليل الضمور البقعي والعمل الليلي وتعزيز الرؤية قبل الانحطاط المرتبط بالعمر من الجذور الحرة. حبيبنا، حتى لا نطيل عليكم، سنتحدث في الفيديو القادم عن أهم فوائده لصحة الإنسان وعلاج حصوات الجهاز البولي وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب والشرايين والوقاية من بعض الأمراض الفيروسية وفوائد عامة أخرى وأيضا محاذير استخدامه. ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، لا تدعها تتوقف عندك، فزكاة العلم نشره، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.